سوريا وحلفاؤها هم في خط من حيث القوة والإمكانات والمناعة، هم في خط تصاعدي. هذا العدوان المتمادي لأكثر من 20 إلى 25 دقيقة حتى الآن، وقد يستمر أكثر. وبالتالي في هذا العدوان كأن نتنياهو يريد أن يوجه رسالة مباشرة لأمريكا. قلت الرسالة الأولى إلى أمريكا أيضا. الرسالة الثانية فهي للإسرائيليين مباشرة. أما أن يطلب من حزب الله كشف ما لديه أو ما يمكن أن يستعمله لاحقا في منظومة الدفاع الجوي، هذا سيكون خطأ استراتيجي لا أعتقد أنه سيرتكب.